ولم يعلم الناس بأنها فتنة إلا بعد أن ولت، إلا بعد ما انتهت. ولذلك عامة الناس وقت الفتنة يستشرفون لها. ولماذا تكون هذه الفتنة محببة؟ لأنها متعلقة بأمور الدنيا. فالمسلم في الغالب والناس كافة تتعلق بأمور الدنيا، تتعلق بالمال، تتعلق بالجاه، فهذه الأمور الناس يتعلقون بها. ولذلك إذا جاءت مثل هذه الجماعات الفاسدة عندما تريد أن تحرك الشعوب تحركها عن طريق المال لا عن طريق الدين. أنتم تعرفون جميعا أن كثيرا من المسلمين وقت الفتن يزلون وتحصل فتن عظيمة. ولذلك من الفتن على مر الزمن ما حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وكذلك ما حصل في فتنة ابن الأشعث. تعرفون هذه الفتنة هي فتنة عظيمة وكانت بين المسلمين، وقتل فيها أكثر من 100,000 من المسلمين ومنهم من الصحابة. لماذا؟ وقعوا في الفتنة وزلت بها الأقدام. فهذه فتن، ولذلك لم يتنبه الكثير ممن وقع في هذه الفتنة إلا بعد إن انتهت هذه الفتنة ظهر لهم الحق. ولذلك بعد فتنة ابن الأشعث قرر أهل العلم على ما يتعلق في الأصول التي يحتاجها المسلم في وقت الفتنة ما يحتاجه. ولذلك نجد أن بعد فتنة ابن الأشعث أيضا خرجت مسألة الإرجاء، وحصل أيضا مسائل كثيرة خرجت من الفرق بعد هذه الفتنة. ولذلك الفتن لا تجلب إلا فتنا مشابهة لها. ونقول أن المسلم في حياته وفي تعامله وفي سلمه تجده يؤدي ما أوجب الله عليه من العبادة والصلاة وغيرها، لكن إذا جاءت الفتنة اختلف الوضع، اختلف الأمر، ولذلك زلت أقدام. وأنتم شاهدتم وشاهد الجميع ما حصل في كثير من البلدان من الفتن التي زلت بها الأقدام. ولم يعلم الناس بأنها فتنة إلا بعد أن ولت، إلا بعد ما انتهت. ولذلك عامة الناس وقت الفتنة يستشرفون لها. ولماذا تكون هذه الفتنة محببة؟ لأنها متعلقة بأمور الدنيا. فالمسلم في الغالب والناس كافة تتعلق بأمور الدنيا، تتعلق بالمال، تتعلق بالجاه، فهذه الأمور الناس يتعلقون بها. ولذلك إذا جاءت مثل هذه الجماعات الفاسدة عندما تريد أن تحرك الشعوب تحركها عن طريق المال لا عن طريق الدين، لا عن طريق، لكنهم يلبسون على الناس بأنها باسم الدين، ولكنها في أصلها هي من أمور الدنيا التي في الغالب. لذلك لما خرج الناس على عثمان رضي الله عنه، لماذا خرجوا؟ تعرفون لماذا خرجوا على عثمان وهو الصحابي الجليل المبشر بالجنة ومع ذلك خرجوا عليه؟ لماذا؟ لأمر من أمور الدنيا. جاءوا من بلاد بعيدة وخرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوه، ليس من أجل الدين ونصرة الدين. فكيف ينصرون الدين وإمامهم هو من؟ عثمان رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل. ولكنهم فتنوا، وهم أيضا عندما جاءوا على أنهم ماذا؟ من المسلمين، ليس كذلك؟ ومع ذلك خرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوه. إذن الفتنة هي خطرة جدا. ولذلك على المسلم دائما أن يبصر نفسه بأمور الدين. فلذلك نقول أن المسلم وقت الفتنة يحتاج إلى تأصيل، يجب أن يكون له شخصية. إذا وقعت الفتنة أيضا يكون هناك شخصية خاصة بك. ولذلك نقول أن شخصية المسلم في وقت الفتنة هي مجموعة أيضا من الخصال كذلك والصفات التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويتحلى بها ويعمل بها في جميع شؤون حياته، سواء مع ربي أو مجتمعه، فيما يتعلق في وقت الفتنة. أضاف أهل العلم في هذا الباب بعض الأمور في هذا الأمر وهو متعلق بشخصيتك وقت الفتنة. يعني أنت لازم تحصن نفسك، لابد أن تتعلم، لابد أن تعرف، لابد أن يكون عندك حصانة. لماذا؟ لأن هذا وقت فتن. الناس يتعرضون إلى الفتن ليل نهار. هذه الفتن هي ليست مجرد فتنة هي عارضة يأتي أناس بالسلاح أو بغيرها، لا، الفتن الآن تعدت إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالمعتقدات، وأصبح الناس
عندما يتلقون هذه الفتن وليس عندهم حصانة يقعون فيها، وإلا كيف من المسلمين من يرضى بمثل الشذوذ وغيرها ويدافعون عنها ويدعون إليها؟ لماذا دعوا لذلك؟ لأنهم لم يحصنوا أنفسهم ولم يحصنوا أولادهم من هذه الفتن وهذه الشبهات. لم يكن عند هذا الأب وهذا الرجل الشخصية التي تمنعه من الوقوع في هذه الفتنة، وكذلك أيضا يحصن بها أولاده. إذن ماذا ذكر العلم في هذا الجانب؟ قالوا هي مجموعة من الخصال والصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها عند وقوع الفتنة حتى لا يقع فيها، ويحافظ، انظروا، ويحافظ، هذه زيادة على ما سبق، ويحافظ على حياته ووطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه. هذا أمر، بأن الفتن أيا كانت، سواء شبهات أو شهوات، كلها جميعها تهدد أولا النفس، وتهدد المجتمع، وتهدد الوطن، لأنه إذا ظهر الفساد أيضا ظهرت الفتن. وكذلك فيما يتعلق في عيش المرء في حياته مع أولاده ومع مجتمعه، كل هذه يترتب عليها ماذا؟ العقوبة من الله سبحانه وتعالى.